بالمختصر المفيد، دلالة لفظة اعلم في النثر العلمي المتأدب. بزاف التلاميذ يسولوني على دلالة لفظة اعلم في النثر العلمي المتأدب، تدل على يقين وتأكد الكاتب من المعلومات التي ينقلها. علاش هذا؟ لأن الكاتب إذا كان عنده شك في المعلومة تجده يستخدم لك زعموا، قالوا، سمعنا. لكن إذا كان متأكد، خاصة كاتب ابن خلدون وعظيم به من كاتب، يقول اعلم أن فن التاريخ فن غزير المذهب جم الفوائد. معناها راني متأكد من المعلومة التي أنقلها لك، لكن هل كل نصوص النثر العلمي المتأدب تبدأ بلفظة اعلم؟ لا، هناك نصوص ما تبدأش بلفظة اعلم، لكن يهمك أن الموضوع علمي. هذا الموضوع العلمي هو الذي يفضح لك بأن النص ينتمي للنثر العلمي المتأدب. بالمختصر المفيد.